مشاهدي ومتابعي، اليوم السابع شهدت أمس محافظة المنوفية حادثة بشعة من نوعها، وذلك عند قيام أحد الطلاب بقيادة سيارة والده والاصطدام بسيدتان أثناء رجوعهن من العمل، الأمر الذي أدى إلى وفاتهن في الحال. النهاردة اليوم السابع انتقل إلى مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية. لنا لقاء مع، عرفنا بنفسك الأستاذ. أنا باسم مختار ابن ولاد خالي اللي ماتوا. أسماءهم إيه بقى؟ أسماءهم أسماء محمد عواد شاهين وشيماء محمد عواد شاهين، 40 سنة و37 سنة. احكي لنا تفاصيل الواقعة حصلت إزاي؟ التفاصيل شاب قهوة طالب جاي من الطريق العمومي سريع، وراح داخل فوق مباشرة، عاوج الدركسون وداخل فوق مباشرة. طالب في أولى ثانوي، ومما أدى إلى وفاتهم. هم كانوا راجعين من الشغل. راجعين من الشغل الساعة 9. شغالين في شغالين في محل ملابس بتاعهم. فاتحينه يعني. فاتحين محل ملابس وراجعين من الشغل. هم متعودين ان هم كل يوم بيرجعوا في الوقت ده يعني. بيرجعوا في نفس الوقت. احكي لنا بقى تفاصيل الواقعة، تفاصيل أكتر عن الواقعة بقى. لما حصلت الحادثة جه مشكورا وكيل النيابة، فرغ الكاميرات اللي في المنطقة وشاف الحادثة على الطبيعة وسمع الشهود وعمل محضر، والراجل مشكورا عمل الواجب. بس احنا بنطالب السيد المستشار النائب العام، بنطالب النائب العام انه يتم بالموضوع، لان الموضوع فيه نفوذ، اسمع انه لهم سلطات ولهم ناس قريب واصله، وعايزين يبدلوا، بدل ما يكتبوا الواد اللي عامل الحادثه عايزين يكتبوا ابوه، لان ابوه واصل واخواله واصلين. عرفنا نفسك يا استاذ. انا الاستاذ مصطفى عبد الله محفوظ، المحامي طبعا للشهداء. وطبعا الواقعه دي فعلا واقعه بشعه جدا. طبعا هو الحل فيها تطبيق حكم القانون، وعندنا القانون المصري بتاعنا بيدي كل ذي حق الحق، وعندنا الدوله دلوقتي بصراحه اهتمت بتنفيذ القانون على اعلى مستوى. واللي انا شايفه في الجريمه البشعه دي ان لازم يكون العقاب رادع، وبطالب برضه مجلس النواب ان هو يشدد العقاب في مثل هذه الحالات، اللي هو الشباب المستهتر اللي بدون رادع. فبطالب طبعا حضرتك الجريمه كل المقاييس جريمه بشعه جدا، ولازم حكم القانون يكون رادع. وانا اعمل بعد اللي حصل من مباحث الشهداء واللي هو قول لنا بقى دور المباحث كان ايه؟ لا، دور المباحث بصراحه من اول الواقعه، من اول الواقعه ما حصلت كانوا في مسرح الجريمه، وحصل تصوير طبعا فرغوا الكاميرات، وجه السيد الاستاذ وكيل النيابه بصراحه مشكورا، بمجرد ما وصل له البلاغ انتقل وفرغ الكاميرات. وطبعا احنا عندنا القانون المصري بتاعنا فعلا قانون بيدي كل ذي حق حقه. ودلوقتي بصراحه في ظل العنايه الكريمه من السيد الرئيس اللي هو فعلا حريص على تنفيذ القانون، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدون تمييز حقيقه، احنا فتره تعتبر فتره من ازهى فترات تنفيذ القانون على اعلى مستوى، لا نفوذ ولا مال ولا الكلام ده ما بيحصلش دلوقتي خالص. الاول كان ممكن في عهد البائد كان ممكن، انما دلوقتي لا، حقيقي على اعلى مستوى. عايز تقول ان احنا في دوله قانون، في دوله قانون، على احنا دلوقتي بنعيش في فتره، دولتنا بتعيش في فتره اسهى فتره تنفيذ القانون. وان شاء الله بطمن اهالي المصابين او اهالي المتوفيين ان هم بس يهدوا ويخلوا القانون بس ياخد حكم، وان شاء الله هياخدوا حكم رادع. بس انا من هنا بطالب مجلس النواب ان هو يشدد العقوبه في مثل هذه الحالات، تشديد العقوبه مش اكتر، لكن العقوبه اللي موجوده هي رادعه، ولكن انا عايز عشان ما تتكررش تاني بالنسبه للشباب المستهتر تشديد العقوبه لاقصى عقوبه. وطبعا بشكر اليوم السابع على مجهوداتها اللي هي فورا الابلاغ جت وتعتبر غطت الحدث، وانا بالنيابه عن اهالي المصابين وعن كل مركز الشهداء بشكر اليوم السابع. انا اسال الله العظيم ان عايزين ندعي لخالي ان ربنا يصبر، يا ربنا يصبر خالي على هذه المصيبه الكبيره. قول لنا بقى اسماء واختها لهم اولاد؟ اسماء ولهم اولاد. اولادها قد ايه بقى؟ كام واحد؟ اسماء لها قد ايه؟ اسماء عندها ثلاثه وشيماء عندها اثنين. قد ايه المراحل العمريه بتاعتهم؟ من 15 وانت نازل كده. وبعدين ابعادهم متوفيه،
الاثنين يعني جوازهم الاثنين متوفيين في حادثه برضه. يعني هم ما عادش لهم حد من ربنا دلوقتي وجدهم. ما عادش لهم حد غير لهم رب الا ربنا وجدهم. فعايزين ندعي لجدهم ان ربنا يصبر. ندعي لجدهم الحاج محمد ان ربنا يصبر. ندعي لجدهم الحاج محمد ان ربنا يصبر. اللهم صبر. في حاجه عايز تضيفها تاني حضرتك ولا حاجه؟ انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. سعيد توفيق عماره. سعيد توفيق عماره. تقرا بايه لل قريب الحاج محمد عواد والد المتوفيين اللي هي الحاجه شيماء واسماء. عرفت الواقع امبارح ازاي ولا؟ والله فوجئت يعني ما يعني عن طريق النت لقيت الحادثه منتشره على النت ان العربيه رفعتهم رفعه جامده ونطرتهم وتوفوا. طيب هي مدام اسماء ومتوفيين يعني لهم ولاد برضو؟ لهم اولاد طبعا وازواجهم كانوا متوفيين في حادثه برضه كانوا تعب. اقول ايه تاني؟ تحب توجه رساله المسؤولين يعني؟ طبعا توقع اقصى العقوبه للعمل الحادثه دي وبعدين يعملوا مطبات صناعيه في الشارع العمومي. هو كان شارع ايه؟ ده شارع بورسعيد. شارع بورسعيد. الحادثه كانت بالظبط الساعه كام؟ حوالي كام كان؟ 9:30. حضرتك الوجه الثاني من الوجه الثاني من الحادثه البشعه دي طبعا الاثار الاجتماعيه المدمره على ابو الفتاتين. المفروض احنا الجريمه ديت سابت اثر على ابو الفتاتين اللي مالوش غيرهم. فاحنا يا ريت يعني المفروض نشوف حاجه نطلعه من الحال اللي هو فيه. هو على ما اعتقد بصفتي ان انا كمحامي فاهم وعارفه كويس ان هو في الظروف ديت مش هيطلعه لان هو يروح يعمل عمره او حج. انا يعني وزاره الشؤون الاجتماعيه عشان تطلعه من الاثار المدمره النفسيه المدمره اللي هي على الحادثه. وتراعي يعني لان بصراحه اثار النفسيه والاجتماعيه على والد الفتاتين اثار مدمره. فيجب ان احنا نراعيه والجهات المسؤوله تراعي ان هي تعمل له على الاقل تعمل له عمره تطلعه عمره او تطلعه حج على نفعة الدولة لان الحادثة ديت ده بلاء على كل الناس. ممكن اي حد يتعرض للحادثة دي. اي حد ممكن يتعرض للحادثة دي. فانا بلاش برضه بصفتي كمحامي وملتمس بالظروف الاجتماعية والظروف النفسية اللي هم فيها دلوقتي ان وزارة الشؤون الاجتماعية تحاول ان هي تطلع الراجل من الحالة دهيت وتعمل له حجة او عمرة على نفقة الدولة. وده اقل واجب نطلعه. حكاية لا فلوس ولا لا. حكاية نفسية عشان نطلعه. لان بصراحة وعلى اساس ان تكون الدولة موجودة بشكل سريع وبشكل فعال ويكون نموذج محتاجة بالنسبة للدولة موجودة فعلا بس تكون موجودة بشكل انها ترفع الاثار النفسية على والد الفتاتين اللي هو مالوش غيره. معاك احمد عاصم زوج الاخت الصغرى للمتوفيتين اسماء وشيماء. احنا قلنا ان الحادثة حصلت امبارح بالليل من طفلة 17 سنة سايق بسرعه جنونيه في الشارع الرئيسي للشهداء. عمل حادث طبعا خبط الاثنين زنقهم ما بين عربيه. واحده ماتت في الحال. دي الاخت اللي هي الكبيره اسماء. سايبه ثلاث اولاد بنت وولدين رابعه جامعه ودبلوم وثانوي. والاخت الصغيره اللي هي شيماء تحولت من المستشفى العام للشهداء لقصر العيني شيرين الكوري. دي توفت في عربيه الاسعاف اول ما وصلوا للقصر العيني. نزلنا تابعنا المحضر ومشكورين الجماعه في القسم هنا وقفوا معانا وتنموا معانا للاخر والاستاذ وكيل النيابه ونزل عمل معاينه للواقعه. وعمل تفريغ للكاميرات اللي صورت الحادث زي ما هو اتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وجالنا الخبر بتاع الاخت الثانيه يعتبر في نفس الوقت يعني الاثنين يعتبر في نفس الساعه. معظمنا ما كانش موجود طبعا في البلد اللي كان في شغله وجمعنا كلنا وطلعنا على المستشفى وعملنا الاجراءات اللازمه وخلصنا الموضوع ودفننا بعد صلاه الفجر. مفهوم بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر. حضرتك قلت لي المتوفيتين لهم أولاد. لهم أولاد. يعني وصفوا لي أسماء معاها دي. الكبيرة أسماء. معاها
معاها بنت وولدين، مريم واحد ومحمد واحمد، جامعه ودبلوم وثانوي. والاخت الثانيه الصغيره شيماء معاها بنتين اثنين اعدادي وابتدائي، ابتدائيه واعداديه. واحده فيهم كانت بتساعد والدتها في المحل، هي الاخت الكبيره، وكانت راجعه من المحل. يعني الحمد لله والشكر لله اللي مصبر الواحد شويه ان هم كانوا صايمين وفي ايام مفترقه. كانوا صايمين؟ كانوا صايمين. كانوا صايمين يومين امبارح. ونازلين بيتفقوا على الحاجه بتاعت رمضان، وبيشوفوا طلباتهم وطلبات ولادهم، لان ازواجهم برده ميتين بنفس الحركه من 12 سنه، برده الاثنين في حادث واحد في عربيه واحده. راجعين من راجعه هي من الشغل واختها معاها، وراجعين ياخدوا الاخت الصغيره قاعده في بيت زوجها المتوفي محمود صلاح الدين، جاي تاخد ولادها وهتروح. فرجع مع اختها من يمه المحل بتاع والدتهم، حصل الحادث. طبعا قلب الدنيا، لان يعني استهتار، كل اللي احنا بنطالب بيه بس ان القصاص، احنا مش عايزين عدل، يبقى في عدل، يا ريت يبقى في عدل تطبيق مش يبقى عدل كلام، لان احنا بيحصل معانا حوادث كتير بنتكلم فيها يا جماعه، بنحاول نوصل صوتنا للمسؤولين، لا حد بيهتم، والاهتمام بيبقى فتره معينه، واول ما الدنيا تنام في السوشيال ميديا خلاص انتهى الموضوع وتقفل عليه. حصل عندنا قبل كده موضوع راجح ومواه كتير كتير، كذا موضوع اتكلمنا فيه ومحدش بياخد فيه اجراء، لا من يمه حكوميه ولا من يمه مشكورين بتوع مجلس الشعب وقفوا معانا امبارح وتنوا معانا لحد اخر لحظه ولحد ما دفنا وروحنا، بس احنا عايزين حد يهتم اكتر، حد يساعد اكتر، يجيب حق يتامى، ناس اتيتمت اب وام، اتيتموا الاول اب ودلوقتي اتيتموا اب وام، ام بترعى على اطفال صغيرين هي مصدر رزقهم، مالهمش حد غيرها. دلوقتي الجد كبير مالهمش حد من بعد ربنا الا هو، عايزين حد يجيب حق الاطفال اللي اتيتمت اب وام بس.